الطيران الروسي يرتكب مجزرة بريف اللاذقية ويستهدف مخيما للنازحين بريف إدلب. مقتل قائد عمليات النظام في ريف حمص الشمالي على يد الثوار. المعارك في سوريا تستنزف قيادات الحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد آخر إثر اشتباكات مع الثوار في القنيطرة. دعوة أمريكية لعقد لقاء إقليمي دولي حول انتقال سياسي في سوريا. واشنطن وموسكو تتوصلان إلى اتفاق حول تنظيم حركة الطائرات في الأجواء السورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة الجسر الفضائية في بثها التجريبي، أهلا بكم. ارتكب الطيران الروسي مجزرة في قرية بشرفة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية، راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى من المدنيين في حصيلة أولية. كما قصف الطيران الروسي مقرات للفرقة الساحلية الأولى التابعة للثوار، بينما دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام في منطقة جب الأحمر وبلدة كفر دلبة. ومعنا من اللاذقية الآن الناشط الإعلامي إبراهيم عمار. أهلا بك أو عمار إبراهيم. أهلا بك عمار. نعم أهلا بك محمد. نعم عمار، ما هي آخر حصيلة لمجزرة الطيران الروسي بجبل الأكراد؟ نعم حقيقة لحد الآن أكثر من 45 شهيد نتيجة غارات الطيران الحربي الروسي يوم أمس على إحدى القرى في جبل الأكراد. نعم استهدف ليلا هذه القرية في حوالي الساعة 9 أيضا قام باستهداف مقر تابع للفرقة الأولى الساحلية، مما أدى لاستشهاد 7 عناصر منهم أحد قيادي الفرقة الأولى الساحلية المعروف بباسل زمو. نعم محمد، النظام السوري بدأ ببدأ الاستنزاف وتكثيف غاراته وقصفها المدفعي على ريف اللاذقية. حقيقة يوم أمس مئات القذائف والصواريخ استهدفت مصيف سلمى في جبل الأكراد، أيضا مما أوقع عدد من الإصابات في صفوف كتائب الثوار وصفوف المدنيين. نعم بعد خسارة النظام الكبيرة والتي دخلت يومها 11 وفشل تقدمه من إلى محور مصيف سلمى ومحور الجب الأحمر، يقوم بالرد بقصف مناطق عدة من جبل الأكراد وجبل التركمان بكافة أنواع الأسلحة، إن كانت من راجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة، بالإضافة للاستعانة بالطيران الحربي الروسي. نعم ليلا قام باستهداف منطقة بشرفة في جبل الأكراد بأكثر من 10 صواريخ من قبل الطيران الحربي الروسي، وهذا ما أوقع أكثر من 45 شهيد في صفوف المدنيين بين نساء وأطفال، بالإضافة لعدد من الشبان وكبار السن. طيب عمار، ما هي الأوضاع في محيط مطار حميميم العسكري أو في المطار؟ هل يتم استهدافه من قبل الثوار؟ حقيقة محمد، وجهنا نداءات لجميع الفصائل العسكرية لاستهداف المطار في مطار حميميم في مدينة جبلة، لكن لا يوجد أي رد أو أي قصف لهذا المطار منذ أكثر من 15 يوم. يعني مطار اللاذقية يشهد لإقلاع هائل للطيارات الحربية الروسية. يعني في ساعات الصباح الأولى تقلع أكثر من 10 طائرات دفعة واحدة متجهة إلى ريف اللاذقية وسهل ومناطق من ريف إدلب. يعني الآن أكثر من 40 طائرة روسية حربية في مطار حميميم وأكثر من 10 طائرات مروحية أيضا روسية، ويوجد عتاد كامل من آليات وجنود. يعني نوجه نداءات لاستهداف هذا المطار برشقات كبيرة من صواريخ الليجراد لتخفيف عن جميع الجبهات الذي يستهدف الطيران الحربي الروسي بشكل كبير جدا. نعم عمار إبراهيم الناشط الإعلامي من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. قتل 9 عناصر لقوات النظام على أطراف الغوطة الشرقية إثر اشتباكات مع ثوار. في المقابل سقط جرحى في مدينة دوما بريف دمشق جراء قصف من قوات النظام بالصواريخ العنقودية، وفي غضون ذلك دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على عدة جبهات في الغوطة الشرقية. إلى ذلك ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على درية ومعظمية الشام ومزارع بيجن في ريف دمشق.
وفي جبهة حي جوبر الدمشقي أعلن الثوار أنهم أسقطوا طائرة استطلاع، في حين واصلت قوات النظام محاولتها اختراق تحصينات الثوار عن طريق الغارات الجوية والقصف المدفعي. لمزيد من التفاصيل ينضم معنا من العاصمة دمشق مراسلنا حازم الشامي. أهلا بك حازم، وضعني في صورة الاشتباكات الدائرة بالغوطة الشرقية لهذا اليوم، وماذا عن الغارات على المدن والبلدات هناك؟ نعم، أهلا بك محمد. بالفعل اليوم في اشتباكات تركزت على الجبال المحررة وصولا إلى طريق استرادة حمص دمشق الدولي، وقد تم تأكد مقتل 9 عناصر لقوات النظام على أطراف الجبال المحررة بعد اشتباكات ومعارك شرسة طاحنة سارت على أطراف الجبال بالتزامن مع اشتعال جميع الجبهات في الغوطة الشرقية وبالأخص مناطق المرج. اليوم لاحظت في مناطق المرج نزوح جميع العائلات من المناطق باتجاه الغوطة الشرقية والمناطق التي يوجد فيها أبنية عالية. طبعا اليوم نلاحظ أن الاشتباكات تركزت على أطراف إدارة المركبات في مدينة حركة. طبعا النظام السوري يحاول اقتحام الغوطة الشرقية. أيضا هناك اليوم ومنذ قليل كان هناك نداء من أهالي دارية والغوطة الشرقية وذلك لجميع الفصائل في سوريا بظهور إشعال الجبهات للتخفيف عن تلك المناطق، لأن اليوم النظام السوري يشن حملة جديدة لارتكاب المجازر هو وروسيا في تلك المناطق. طبعا اليوم القصف تركز على مدينة دوما وذلك بقنابل عنقودية، وذلك لأول مرة نلاحظ بأن القنابل العنقودية عندما تنفجر طبعا الشظايا تقوم فورا وتنفجر بالأشياء الساخنة. طبعا حدث على اتجاه مجزرة مروعة راح ضحيتها 14 شهيد والعدد قابل للزيادة بسبب استهداف الأبنية السكنية وصواريخ العنقودية. طبعا الدفاع المدني لا زال حتى اللحظة يتابع ما له في المنطقة، والطيران الروسي الآن وفي خبر عاجل يقصف بالخطأ مقر لقوات النظام بالقرب من القرية الشامية بالغوطة الشرقية. طبعا هناك غارات جوية استهدفت منطقة المرج، وأنباء عن شهداء في المنطقة لأنها الحملة الشرسة والجديدة شملت جميع مناطق المرج. طبعا اليوم نلاحظ أن قوات النظام قصفت بيت الزبدين بصواريخ أرض أرض، وذلك بعد فجر اليوم. طبعا تبين ناتجا عن تقدم الثوار على عدة نقاط في البلدة. طبعا لو انتقلنا مع الضمية الشام هناك خبر عاجل أيضا، 4 براكين متفجرة أيضا فقط على معظمية الشام و6 على مدينة سارية وسط قيام النظام السوري بقصف عنيف والذي استهدف بلدة قارة بجنود القلبون. نعم حازم الشامي مراسلنا من العاصمة دمشق، شكرا جزيلا لك. شنت قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي هجوما عنيفا على جبهات ريف حمص الشمالي، فيما دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في محيط قريتي جوالك وسنيسل. هذا وقصف النظام بالمدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون حي الوعري المحاصر في مدينة حمص. في غضون ذلك استهدف الثوار بقذائف الهاون المدفعية مواقع النظام على جبهة الكم، ودمروا عربة شيلك على جبهة بلدة المحطة، ما أدى إلى مقتل 5 عناصر للنظام. بالمقابل أعلنت غرفة عمليات ريف حمص الشمالي مقتل قائد عمليات الاقتحام على محور المحطة سنيسل وهو برتبة عقيدة. من جهة أخرى نشد مجلس محافظة حمص الائتلاف الوطني السوري تقديم مساعدات عاجلة لأهالي الريف الشمالي. ينضم معنا الآن من مدينة حمص لورانس اليونس، أو عفوا لؤي اليونس. أهلا بك لؤي، وما هي الأنباء الواردة عن مقتل قائد الحملة العسكرية في ريف حمص الشمالي؟ لؤي هل تسمعني؟ لؤي إن كنت تسمعني ضعني في صورة الأنباء الواردة عن مقتل قائد الحملة العسكرية بريف حمص الشمالي. يبدو أننا فقدنا الاتصال بلؤي. لؤي معنا الآن، لؤي هل تسمعني؟ نعم. لؤي ما هي الأنباء الواردة عن مقتل قائد الحملة العسكرية في ريف حمص الشمالي؟ نعم محمد، تمكن الثوار على جبهة سنيس الجوالك من قتل قائد عملية تلك الجبهة وهو برتبة عقيد، ومعه 2 قائدان ميدانيان، والقتلى بالعشرات في تلك المنطقة، حيث تمكن الثوار من سحب 5 جثث لقوات النظام في تلك المنطقة، وتمكنوا ايضا من تدمير عربة شيرجا وتريكس كانوا يقومون كان يقوم بتحصين تلك الجبهة.
نعم. طيب عن موضوع الاشتباكات لؤي على جبهات حمص المتعددة، ما هي آخر تطورات هناك؟ نعم، اليوم السادس على مرور الحملة البربرية التي يقودها النظام السوري وحليفه النظام الروسي مدعوما بميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني. المقاتلات الحربية شنت 7 غارات على كل من قرية تيرمعلا وبلدة الغنطو وعلى الجبهة الغربية لمدينة تلبيسة. ترافق ذلك بقصف شديد بالمدفعية الثقيلة والاسطوانات المتفجرة والرشاشات الثقيلة على قرية تيرمعلا والغنطو والقرى من القرى الموالية للنظام المحيطة بالمنطقة ومن مبنى الدراسات المائية على طريق حمص حما ومن الفرقة 26 في قرية تيرمعلا، حيث قامت قوات النظام بمحاولة التقدم من محور الفرقة 26 منطقة المزارع الشرقية لقرية تيرمعلا وتصدت لهم كتائب السوار وأوقعت العديد من القتلى في صفوفهم. وهنالك أنباء عن إعطاب دبابة تي 72 في المزارع الشرقية لقرية تيرمعلا وتدمير رشاش 14.5. وكما قام السوار في تلك المنطقة بقصف مدخل الفرقة 26 بمدفع بي 22 وتدمير المدخل الرئيسي للفرقة 26 وإيقاع عناصر قوات النظام على ذلك المدخل قتلى وجرحى، وما تزال اشتباكات مستمرة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. كما قام السوار بقصف حاجز مفرق المختارية بالاسطوانات المتفجرة وقذائف الهاون. لؤي هل تسمع؟ نعم محمد. لؤي، ما هي الأنباء؟ نعم. هل تؤكد لنا مقتل قائد الحملة العسكرية في ريف حمص الشمالي على يد الثوار؟ محمد، الذي تم قتله هو قائد حملة من الجهة الغربية. نعم، هل تم التأكد من هويته؟ إلى هذه اللحظة لم يتسنى معرفة هوية قائد العملية، ولكن هناك أنباء عن مقتل قائد الحملة. نعم لؤي اليونس الناشط الإعلامي من حمص، شكرا جزيلا لك. ارتقى 5 مدنيين وجرح آخرون إثر قصف لطيران النظام على حي العرضي بدير الزور، كما استشهد 4 آخرون في قرية عياش بالريف الغربي نتيجة قصف الطيران مدرسة للنازحين، وطالت غارات مماثلة معظم أحياء المدينة المحررة، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات النظام على أطراف قرية الجفر المجاورة للمطار العسكري بالتزامن مع غارة للطيران الحربي على المنطقة. من جهة أخرى، أصيب مدنيون إثر سقوط قذائف هاون على حي الجورة والقصور الخاضعين لسيطرة النظام. وفي الرقة، شن طيران النظام 3 غارات على المدينة، إحداها استهدفت الملعب البلدي دون أنباء عن إصابات. استهدف الطيران الروسي وطيران النظام قرى الزربة وخان طومان وريف المهندسين والعيس في ريف حلب الجنوبي دون أنباء عن إصابات، فيما جرح مدنيون إثر سقوط قذائف هاون على حي سيف الدولة في مدينة حلب. قبل استطاع الثوار التسلل إلى أحد أبنية النظام وتفجيره على جبهة حي سيف الدولة، ما أدى إلى مقتل عناصر للنظام بداخله، كما تمكنوا من صد محاولة قوات النظام التسلل في جبهة حندرات. ومن جهة أخرى، أعلنت كتائب أبو عمارة في بيان انضمامها إلى حركة إحضار الرشام الإسلامية في حلب. استهدف الطيران الروسي بالصواريخ الفراغية مخيما للنازحين في منطقة سنجار بريف أدلب دون أنباء عن إصابات. إلى ذلك ألقى طيران النظام براميل وإسطوانات متفجرة على ناحية التمانعة وأطراف قريتي أرنبة وتل مرق، وأطال قصف النظام الصاروخي طريق كفر عويد العنقاوي في ريف أدلب. مع استمرار العدوان الروسي على سوريا، تحاول قوات النظام التأثير في الروح المعنوية لدى الثوار والمدنيين في المناطق المحررة، لذلك لم يكن مستغربا إلقاء مناشير ورقية من قبل طائرات مجهولة، علما أن مضامين المناشير ذات هدف واضح. نتابع المزيد في هذا التقرير. سماء ليست محرمة على أحد، ولكن يفترض التنسيق بين العابرين كي يتم تقاسم الأرض التي ستستقبل القذائف، ثم يخرج وزير خارجية النظام ليتحدث عن السيادة الوطنية. مفهوم جديد للحرب التي تسلم الروس قيادتها الجوية قائم على استراتيجية الرعب، حيث ألقت طائرات مجهولة في الشمال السوري منشورا يحمل العبارات التالية: 40 نوعا من الذخائر تنتظركم، قادرة على تدمير الأهداف الأرضية، تحت الأرضية، الملاجئ، المناطق المحصنة.
منشور ينذر السوريين بحرب لا تبقي ولا تذر، ولا يفرق بين مدني ومقاتل، بل خصص حصة من هذه القذائف للمدنيين عندما ذكر أن هذه القذائف قادرة على تدمير الملاجئ التي تحمي المدنيين. مناشير مجهولة المصدر لم يذيلها المرسل بتوقيع الجيش والقوات المسلحة كما اعتاد السوريون في السابق، ولعل الإبهام في هذه المرة يندرج ضمن استراتيجية الرعب التي يقودها الروس مع الأسد في هذه المرة. خارطة طريق للتدمير يشنها العدوان الجديد على الشعب السوري يعيد للأذهان تدمير مدينة غروزني الشيشانية على يد القوات الروسية في تسعينات القرن الماضي. ضغط إعلامي مكثف على الحاضنة الشعبية للثورة في الشمال السوري كي تنفض عن تأييد الثوار، ويبقى السؤال مفتوحا، هل سيلقي هؤلاء بهذه الذخائر الوحشية أم إن الأمر في سياق الحرب الإعلامية للتهويل من سلاح الروس الذكي الذي أطلق من قزوين فسقط في إيران وسط نكران الطرفين؟ استهدف الثوار بقذائف الهاون مواقع النظام في مدينة البعث في ريف القنيطرة. وفي خبر بارز، قتل القيادي في قوات الحرس الثوري الإيراني نادر حميد خلال المعارك في ريف القنيطرة. وأشارت وسائل إعلام إلى أن حميد كان أحد المرافقين لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، وكانت مصادر إيرانية أعلنت أمس مقتل العقيد مسلم خيزاب قائد إحدى الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني شمال غرب سوريا إثر اشتباكات مع ثوار. ضربات موجعة متتالية تتلقاها إيران بعد مصرع عدد من قيادات الحرس الثوري في سوريا، غير أن تسارع وتيرة خسائر طهران في الفترة الأخيرة يثير التساؤلات. نتابع تفاصيل في هذا التقرير. ازدحام الوحوش على ضحية لن يجعل الافتراس يمر بسلام، فالتنافس في تناوش الجسد سينقل الاحتراب لاحقا بين من كانوا شركاء في غرس مخالبهم في جسد اعتبروه ميراثا استعماريا مثل روسيا، أو ميدانيا للتصفيات الطائفية مثل إيران. معارك شرسة ومصالح متناقضة بين الأطراف الفاعلة في سوريا لن تكون التقية العقائدية طريقة في إدارة الملفات العسكرية وإخفاء المستور من الخسائر أو تمليغ الحقيقة المرة بنياشين البطولة ثم تصديرها إلى الجمهور الذي يهتف يا لثارة الحسين. أسبوع الجنرالات الأسود، فقد قتل حسين همداني ومسلم خزاب وفرشاد حسوني زادة، وأبرز المقتولين حسين همداني نائب قاسم سليماني قائد فيلق القدس. طعنات تترى تضرب جسد الميليشيات الإيرانية، فتحاول القيادة جعل هذه الخسائر تضحية في حربها على الدولة الإسلامية كما في ملف همداني الذي قتله ثوار حلب. خسائر مهمة تستفز تساؤلات تربطها بملف تصفية القيادات الأمنية لنظام الأسد مثل ضباط خلية الأزمة ورستم غزالة وجامع جامع أعمدة النظام السوري، فاتهمت إيران بذلك لتزرع قيادات لها تمتلك بها القرار السيادي في سوريا. سيناريو مشابه بعد التدخل الروسي حمل إشارات استفهام، حيث تخطئ الصواريخ وجهتها من قزوين فتسقط في إيران، وقصف بالخطأ لمواقع النظام، وأخيرا الموت الغامض لجنرالات إيران. تدخل روسي يبدو أنه يريد إدارة حربه المقدسة منفردا، ليترك للإيرانيين خيارات الرحيل بعيدا عن ثارات زينب والحسين بعد أن انتهت مهمتهم. شن الطيران الروسي غارات جوية على قريتي المنصورة والتلواسط في ريف حماتة، في حين ألقى طيران النظام ألغاما بحرية على مدينة لطامنة، وقصفت قواته بالمدفعية والصواريخ قرية العنقاوي بسهل الغاب. بالمقابل دمرت كتائب الثوار بصاروخ موجه قاعدة صواريخ كورنيت لقوات النظام في قرية المنصورة وأخرى على جبهة قرية خربة الناقوس. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أوغلو يقول تركيا لن تكون مركز اعتقال للاجئين لكي ترضي الاتحاد الأوروبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج دهاليز، والتي نناقش فيه مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في مكان من قناة الجسر الفضائي، لنفتح ملف أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوعي تركيا ماذا بعد؟ السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم مرسى الآراء.
السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى جولة الصحافة لهذا اليوم والتي نقرأ فيها السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج الحدث. أهلا بكم مجددا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عزمه لقاء نظرائه من روسيا وتركيا والسعودية والأردن خلال الأيام القليلة القادمة لبحث مسألة الانتقال السياسي في سوريا. وقال كيري في مؤتمر صحفي في مدريد إنه سيبحث خلال اللقاء المرتقب خيارات حقيقية وملموسة قد تحقق انتقالا سياسيا في سوريا على حد تعبيره. وفي السياق نفسه نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر دبلوماسي روسي أن وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة والسعودية قد يعقدون لقاء حول سوريا في فيينا خلال الأيام القادمة. ومن جهته دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إيران إلى الانسحاب من سوريا إن أرادت أن تكون جزءا من الحل فيها. وقال الوزير السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير في الرياض إن إيران دولة محتلة لأراض عربية في سوريا وتساهم حاليا في قتل وتشريد السوريين، فيما أكد الجبير دعم بلاده إنشاء هيئة انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة السورية. ومن جهته قال وزير الخارجية الألماني إن الجميع يدرك أن لا دور للأسد في مستقبل سوريا، وأشار المسؤول الألماني إلى أن التدخل الروسي في سوريا عقد التوصل إلى حل سياسي. قالت واشنطن إنها ستنشر تفاصيل ما أسمتها وثيقة اتفاق مع روسيا حول تنظيم حركة الطائرات فوق الأجواء السورية. يأتي ذلك الاتفاق بعد جلسات من المباحثات بين مسؤولي وزارتي الدفاع في البلدين. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست أن هذه الوثيقة جاءت لضمان تنظيم حركة الطائرات، وأنه يتحدث الطيارون اللغة الإنجليزية أو أن يتحدث الطيارون اللغة الإنجليزية خلال تحليقهم فوق الأجواء السورية تجنبا للحوادث. من جهته أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الاتفاق يركز فقط على المشاكل الأمنية في الأجواء السورية، ولا يعني الاتفاق حول الطريقة التي يتدخل وفقها البلدان في سوريا، لأن واشنطن تعارض كل ما تفعله موسكو في سوريا على حد تعبيره. وبدأت روسيا عدوانها على سوريا نهاية الشهر الماضي بذريعة استهداف تنظيم الدولة، وهو ما نفته عدة دول مثل تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الذين اتهموا روسيا باستهداف المعارضة المعتدلة أكثر من استهداف تنظيم الدولة. قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إن بلاده لن تتحول إلى مركز اعتقال للاجئين ولن تستقبلهم بشكل دائم لكي ترضي الاتحاد الأوروبي. وأضاف أوغلو في مقابلة تلفزيونية محلية أن بلاده لا يمكنها القبول باتفاق مفاده أن تدفع أوروبا المال لتركيا مقابل إبقاء الأخيرة للاجئين على أراضيها. وقال أوغلو إن تركيا تريد تمويلا جديدا من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التعامل مع أزمة اللجوء بدلا من المبلغ الأولي الذي خصص لها بالفعل، وتريد مراجعة هذا المبلغ سنويا تبعا لحاجياتها المالية. وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي قد توصلوا الأسبوع الماضي إلى خطة عمل تتعهد بتقديم مساعدة مالية لتركيا على أن تتعهد الأخيرة بالإبقاء على اللاجئين على أراضيها وقبول من ترفض أوروبا استقبالهم. وفي مقابل ذلك يقدم الاتحاد تسهيلات في نظام منح تأشيرات الدخول للأتراك وتسريع مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن حاجة اللاجئين القادمين إلى أوروبا لأكثر من التعاطف، مؤكدا أنهم يستحقون الحصول على حل دائم.
وبين كيمون أن الحرب في سوريا تسببت بمأساة كبيرة وأدت إلى ترك ملايين الناس لمناطقهم، كما إن القادة السياسيين يتحملون مسؤولية نشر الاحترام بين المجتمعات، داعيا سلوفاكيا إلى إظهار القيم الأوروبية في حسن الضيافة والإنسانية الضامن تجاه اللاجئين. ومن جهة أخرى، يدرس برلمان سلوفينيا تغييرات على قوانينه، وذلك لتمكين الجيش من مساعدة الشرطة في حماية الحدود مع تدفق آلاف اللاجئين القادمين من كرواتيا بعد أن أغلقت المجر حدودها. اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم القيادية في حركة حماس بالضفة الغربية حسن يوسف بعد اقتحام منزله ببلدة بيتونيا في الضفة الغربية. وجاء اعتقال يوسف بعد ورود تصريحات لجهات إسرائيلية اتهمت قيادة حماس في قطاع غزة بإصدار توجيهات لعناصرها في الضفة الغربية من أجل القيام بعمليات فدائية ضد إسرائيل. إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بمدينة الخليل تعود لذوي الأسير الفلسطيني ماهر الهشلمون، وكان الهشلمون نفذ عملية دهس وطعن لتجمع من المستوطنين في 10 من تشرين الثاني الماضي شمال الخليل. من ناحية ثانية، هاجم مستوطنون من مستوطنة كريات 4 منازل فلسطينية في حي جبل جوهر بمدينة الخليل. دعا رئيس مجلس محافظة الأنبار بالعراق صباح كرحوت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى الكشف عن نتائج تحقيقات سقوط الرماد والفلوجة بيد تنظيم الدولة، مطالبا بمحاسبة جميع القيادات والضباط المتورطين بسقوط المدينتين. وأضاف كرحوت أن سقوط المدينتين بيد تنظيم الدولة يعد انتكاسة أمنية كبيرة، فيما القوات العسكرية التي كانت موجودة هناك كافية لحمايتهما ومسك الأمن فيهما وصد أي عمليات إرهابية أخرى. ومن جهة ثانية، وصل الجنرال جوزيف دون فورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إلى العراق في زيارة لم يعلن عنها لمعرفة المستجدات في المعركة ضد تنظيم الدولة. هذا ومن المقرر أن يلتقي دون فورد في إربيل برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني. مشاهدينا، في ختام نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الطيران الروسي يرتكب مجزرة بريف اللاذقية ويستهدف مخيما للنازحين بريف إدلب. مقتل قائد عمليات النظام في ريف حمص الشمالي على يد الثوار. المعارك في سوريا تستنزف قيادات الحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد آخر إثر اشتباكات مع الثوار في القنيطرة. دعوة أمريكية لعقد لقاء إقليمي دولي حول انتقال سياسي في سوريا. واشنطن وموسكو تتوصلان إلى اتفاق حول تنظيم حركة الطائرات في الأجواء السورية. مشاهدينا، تابعونا على الموقع الرسمي للقناة jesertv.com وأيضا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ودمتم بأمان الله ورعايته.